على صعيد بقى على الصعيد العائلي، في كتير من الاسر ما بيفضلوش قوي ان بناتهم بصفه خاصه يمارسوا رياضه، وخصوصا رياضات من نوع معين تستدعي ارتداء ملابس بعينها. هل النقطه دي حصل فيها تغيير، شفتوه لمستوه؟ يعني يمكن انا بشوف انه في الفتره الاخيره شويه اتغيرت الفكره دي، لان بقينا نشوف ناس لا بيلعبوا في بطولات، بيلعبوا في العاب شويه القتاليه مثلا، الاثقال، العاب المصارعه، الالعاب اللي زي دي شويه مش معتادين، ما كناش معتادين قوي نشوف بنات بيحققوا فيها انجازات، لكن ده شفناه مؤخرا وبقينا لا بشوف ان الفكره اتغير. كمان بسنت حميده، مش عايزين ننسى بسنت حميده في العدو، احنا العدو ما كنا شويه بعاد عنه ما بنحققش فيه انجازات، بسنت بصراحه حطت مصر على التراك دوت، فكره ان احنا بنشوف بطله بتحقق سواء في دوره العاب البحر المتوسط انجازها. طبعا لسه على فكره بسنت عامله امبارح اول امبارح انجاز، جابت في بطوله الجائزه الكبرى لالعاب القوى، جابت ميداليه فضيه وجابت برونز برضو في 200 وفي 100 متر عدو. بشوف لا ان الفكر اتغير، وكمان لما بيكون الاعلام كمان بيسلط الضوء اكبر على الموضوع دوت، بتلاقي الناس بتتفاعل معاه بشكل كبير، وتعرف لا ان احنا لو والله هم مش داخلين اللي هم فور فان، او لا ده في بيحققوا انجازات وبيروحوا وبينافسوا العداءات اللي هم البطلات اللي هم الكبار في اللعبه او اللي بادئين اللعبه من قبلنا. حلو جدا.